قدرنا زي ما قلنا كيلو من أجنحة الدجاج، عندنا معلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقة صغيرة زعتر مفروم، معلقتين كبار من عصير الليمون، نص كوباية من صوص الباربيكيو، نص كوباية من الزيت الزيتون لو متوفر، مش متوفر نستخدم زيت نباتي، ملح وفلفل أسود. زي ما انتم شايفين كده المقادير بسيطة جدا وإن شاء الله كمان متوفرة. يلا بينا علشان نشتغل على طول. طبق بقى غويط وكبير علشان نبدأ نتبل فيه قطع الفراخ. احنا النهاردة بنعمل أجنحة فراخ علشان تبقى اقتصادية إلى حد ما، بس تقدري بنفس الطريقة والمقادير والتكنيك تشتغلي بفرخة متقطعة على 8، دبابيس فراخ زي ما انت عايزة، صدور فراخ اللي انت عايزاه. بينا بقى يلا نبتدي نخلط مكوناتنا. عندنا زي ما قلنا صوص الباربيكيو، هحط معاه الزيت، لو متوفر زيت زيتون تمام، مش متوفر هنستخدم اي زيت نباتي، هحط الليمون، الثوم، عندنا ثوم مفروم، وادي الزعتر، ده زعتر فريش، لو مش متوفر فريش تقدري تستخدمي زعتر مجفف، والملح. نعمل حساب بقى كمية الفراخ اللي عندنا، فلفل اسود، ونقلب الكلام ده كله مع بعض كويس قوي. عشان نمزج الخليط ويبقى كله متجانس، بحيث ان انا لما انزل قطع الفراخ تبقى شاربة من كل التتبيلة بشكل متساوي. هايل جدا. يلا بينا بقى احضر البايركس اللي هدخله الفرن وياخد قطع الفراخ انزلها في الصوص او التتبيله اللي احنا عملناها. بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلب بقى. طبعا يفضل جدا جدا ان انا اسيب الفراخ في الخلطه دي ساعتين ثلاثه او من بالليل للصبح، هناخد نتيجه افضل. لازم قطع الفراخ تبقى كلها اتغلفت بالتتبيلة الحلوة دي. هايل. نغطيها بقى ونسيبها على الأقل ساعتين في التلاجة، أما لو عندي وقت أكتر فيفضل أن أنا أسيبها ليلة كاملة في التلاجة، هتديني نتيجة أفضل. وهنعتبر أن هي قعدت الساعتين في التلاجة، وهبتدي بقى أحطها في صاج كده وادخلها الفرن. هنحتاج بايركس تاني عشان نحط بقيه الكميه، بلاش احطهم كلهم على بعض عشان يبقوا مفرودين يستووا كويس وفي نفس الوقت ياخدوا لون كمان في الفرن. الاجنحه من الحاجات اللي هي بتستوي بسرعه، اسرع حاجه في الفرخه بتستوي، علشان كده مش هتاخد وقت كبير. هدخلها كمان من غير اي سوائل وفي الفرن على طول على الرف الاقرب للأرضية لغاية ما تاخد اللون وتستوي. هتنزل هي طبعا السوائل بتاعتها وبعد كده هتستوي وتاخد لون كمان من غير ما تتغطى، من غير اي حاجة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بس الرف شوية. زي الفل. خلصنا اول وصفه في ثواني، ما اخدتش مننا وقت. انا هجيب بايركس تاني احط فيه بقيه الفراخ وادخله الفرن زي ما عملنا. احنا كده 10 على 10 الحمد لله. يلا بينا.
ما شاء الله على الريحه والشكل تحفه جدا. ودي كمان هايل. زي الفل.